للنهضة حكمت من 2012 حتى منتصف 2013. من بعد هي صاي جاء مهدي جمعة، جاء مهدي جمعة نسيتوه هدايا. النهضة النهضة مش موجودة في الحمام. لا لا مش موجودة، مش موجودة، مش موجودة. لا لا مش موجودة، مش موجودة، مش موجودة. صايب عليك من هاللغة. ما كانتش لنا وقت. لا لا ما كانتش موجودة. كانت فاكونس ما كانتش موجودة، ما كانتش موجودة. لا ماهيش فاكونس في قطر. ماهيش فاكونس في قطر. كي تحكي يديك معايا علاش؟ واحكي نورمال. كي صايب عليك أنت يا أخي، أنت توا بالك نمشي وقف في الصف نتاع المنظومة القديمة. النهضة ضعيفة. حزب ضعيف. كي صايب عليك. تسايب عليك انت كنت انا كنت في الحمام ساعتها. انت كنت في الحمام، انت كنت في الحمام تنظف في روحك وما انت وامثالك، فهمتني؟ انا مواطن. لا 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 سياسي، سياسي. انت تقول نظف روحك انت تمثل ما قال كنت في الحمام. باش نجاوب، باش نجاوبوا بلوغته، باش نجاوبوا. لا لا انت تقول كلام الزايد والتونسي الكل يقولوا في كلام الزايد واكثر. لا لا تقول انت اكثر واحد يقول كلام الزايد واكثر واحد يكفر في ربي انت، واضح؟ اي سمعتك، سمعتك، سمعتك. وانت اكثر واحد تكذب وتتنوفق وتفتري وتغير تغير الحقائق في حقيقتك، فهمتني؟ يكفي تضحك هكا. اي ميساج، انا دوما نضحك. انت ما قريتو؟ قريتو في منظومه قديمه باش تخرج قواده. وخرجتوا قواد من الاول، استرجلتوا مع النهضه، استرجلتوا وقت عدت عملت لكم قيمه وقدر، من بعد تو رجعتوا لاصلكم ورجعتوا لطبيعتكم. اسمعني كمان السنيه نتاع انا راني قلت لك 17 سنه حابس، رد بالك. فخرة فخرة انا فخرة في ايطاليا. لازم الحبس فرق في رجولي. اي انا فرق في رجولي. اللي مع الحق راجل، واللي مع الباطل والظلم مش راجل، واضح؟ يتفرج فيك ويحكم عليك. اي لا لا، وانا نعرف انه جل التواس الرجال الصناديد الفحوله باش يجوا معايا. اي 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 هذا التواس، هذه لغه التواس. لا لغه التواس، التواس هي اهم عنصر في النهضه، هي اهم عنصر. تنجم تتكلم انت في وقت النهضه كان مواطن يخرج يعمل هكا؟ نتكلم في وقت النهضه. أكبر حريات في البلاد شهدتها البلاد هذه وقت النهضة. كانوا ناس صعيب عليك توا الناس في الحبوسات. لا لا كانوا يقولوا. ثم واحد يقول قضاء لا كانوا يقولوا تكذب 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 تكذب. النهضة وقتها هي أقوى أكثر أكبر فترة شهدتها حريات في البلاد. صعيب عليك صعيب عليك توا القضاة قاعدين يتوقفوا توا قاعدين يتوقفوا توا القضاة. بحيري وقفش قاضي واحد باش يلعبك مش موقف. اه راجل هذاك السيد الرجال، سيد الرجال بشير العكرمي راجل وسيد الرجال. تعديه كل لا ما تعديهوش الكل والله باش تسلسل لا تعدي تسلسل روحك عديه الكل. والله جاي نشارك المرح انا ونشارك في نشارك في الديمقراطيه وفي النضال السلمي وفي النضال السلمي في الجو هذاك، ونطالب بالحريه وبالتغيير وبالانتخابات في وقتها وبالنظام كل شنو الغنوشي. الغنوشي هاوين في هاوين شدوا الغنوشي مازال على نحكي على الانتخابات الرئاسية والتشريعية تصير على قاعدة صحيحة. أنت شفتها ضعيفة الأخرى اللي تعادت الانتخابات. عجبتك ولا إيه؟ ضعيف. شنو الأخرى خير منها؟ شنو؟ شكون الأخرى؟ ملا قصة قصيت لي. ما حبيتش نصور معاك، حبيت نحكي معاك ميكالا. إي علاش معناتها؟ الرئاسية تحب انتخابات. الاخرى برسنتاج خير، ظاهر الشعب راضي عليها خير. ظاهر الاخرى الشعب راضي عليها خير. لولا اي لولا خاطر فيها النهضة جابت برسنتاج خير. اش تحب تعمل بالارقام؟ تعجبك النهضة؟ تعجبني عاد شبي؟ تعجبني اي واحد حس به يعجبني عليه. وانت تو جيت هنا مع جابت الخلاص علاش؟ جاي نشارك معاه. على شنو؟ جاي نمارس في حريتي، نمارس في حقي. كلنا نمارس في حرية، حتى تمشي في الكياس ممارسة حرية. اي حتى انا هاني لهنا نمارس في حرية. نمارس فيه. عيب عليك قصيت لي قصة عربيت. مطالبي قلت لك.
شنو المطالب؟ سامحني، شنو المطالب اليوم؟ مطالب انا تتصلح البلاد اقتصاديا، انا الناس كل تعرف شنو، غير الناس عامله روحها ما مش لهنا، مش مركزه، معناها مشاكل اقتصاديه تعيش فيها كل يوم. شنو كل السبب في المشاكل الاقتصاديه؟ شكون الناس كل سبب فيها؟ النهضه الاولى، النهضه شديت، كان النهضه الاولى سالتك النهضه حكم متعامين، انت تعرف معناها شفت 5 سنين نتاع الباجي، وشفتها هي الفتره نتاع الدستور، معناها ما حكمتهاش هي كل في كتابه الدستور، انت تعرف كل شيء، ما حكمتش معناها انت تعرف الحقيقه، اخطائك انت تعرف الحقيقه، ها حكمت عامين، عامين ما ينجم يعملوا شيء في 13 عام، ما تفكرش عليها كل شيء، عامين خربت شوي ولا بقى. عيب عليك معايا ولا معاها، انت مع الحقيقه ولا قول الحق؟ انا ما مع احد، قول الحق باهي، قول الحق، قول الحق، جاوبني جاوبني، شكون سبب خرابها بلاد؟ ها قلت لك ما تنجمش تحمل مسؤوليه كبيره، عامين شويه، عامين شويه، عامين شويه، ما تحملش المسؤوليه. كيفاش؟ تفضل هاو ميكرو يتكلم، تفضل، شكون سببها؟ الاعلام. شنو الاعلام جاب الهيبات وفسدها؟ لا لا ما ثماش هيبات، ما ثماش هيبات، ثم بنك مركزي عطاه تقريره وما ثماش الكلام اللي تقول فيه هذاك. لا لا عطاه تقريره مؤخرا، مؤخرا عطاه تقريره. تعطى تقرير وشنو وقتاش باش تقول لي هو؟ اعطيني انت هبات، اعطيني دليل على انه ثم هبات دخلت من 2011 للتو تاخذ في الهبات. تعطيني، اعطيني، اعطيني، اعطيني وثيقه تثبت ذلك. ما خذتش هبات؟ تعطيني وثيقه تثبت ذلك. اي ما انت باش تحاول، اعطيني، لا لا اعطيني صعيب، وانا كي باش نقول لك البنك المركزي تقول لي اعطيني، صعيب عليك. اسمعني، انت وامثالكم اللي خربوها الثوره التونسيه، وانتم اللي خربوا البلاد. انتم اللي اول شيء كل القضايا، كل القضايا المتعلقة بالعفن اللي صار في تونس الكل، أنتم والاتحاد والدولة العميقة والإدارة هم السبب فيه. بالنسبة للنهضة، النهضة حكمت من 2012 حتى المنتصف 2013، من بعد هي سي جاء مهدي جمعة، جاء مهدي جمعة، نسيتوه هذايا. مهدي جمعة شكون جابه؟ جابته فرنسا والاتحاد ولا ما جابوهوش؟ الواش جابوه؟ جابوه باش يجدد لهم العقود نتاعهم، لانه يعني الوطنيين في البلاد هذو من مرزوقي والنهضه رفضوا تجديد العقود نتاع الشركات الكبرى الفرنسيه. جبتوا المهدي جمعه واصطنعتوا كاعتصام الرحيل، اعتصام الرؤوس بالفاكهه، باش تفبركوا اللعبه الكبيره هذيك وتخرجوا النهضه من الحكم. وخرجت النهضه من الحكم، خرجت وما رجعتش للحكم. جا الباجي 5 سنين حكم، شكون حتى الرؤساء الحكومة الكل، رؤساء الحكومات الكل، شكون حطهم؟ شكون حطهم؟ بعد علي العريض شكون حطهم؟ نسأل فيك، شكون؟ ما نعرفش. لا لا تعرف، تعرف 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 الباجي، حط يوسف، حط حط ساعة الحبيب الصيد، وحط يوسف الشاهد. النهضة ويني وقت؟ النهضة، النهضة مش موجودة في الحمام. لا لا مش موجودة، مش موجودة، مش موجودة في الحمام. لا لا مش موجودة، مش موجودة، مش موجودة، صايب عليك من هاللغة. ما كانتش لنا وقت. لا لا ما كانتش موجودة، كانت فاكونس في ما قطر. كانتش موجودة، ما كانتش موجودة. لا ماهيش فاكونس في قطر. ماهيش فاكونس في قطر. كي تحكي بيديك معايا علاش؟ واحكي نورمال. تي صايب عليك أنت يا أخي، أنت تو برا نمشي وقف في الصف نتاع المنظومة القديمة، برا وقف في المنظومة، برا وقف في صف المنظومة القديمة، برا وقف مع القوادة غادي مع جماعة بن علي، برا وقف. ماكم تقول رجع بن علي رجع، فهمتني؟ فنعرفوا اللعب الكل. المشيش شكون جابه؟ المشي لا لا مش باهي. المشيش شكون جابه؟ الثخثاخ شكون جابه؟ كل الحكومة، النهضة ما عندها حتى دور. الدور النهضة ما عندها حتى دور. النهضة كانت في البرلمان النهضة كتلة، أنظف حزب تونسي، أنظف حزب في تونس أحكم البلاد هذه حركة النهضة. أكبر كتلة كانت في المجلس القديم. شكون أكبر كتلة؟ نسأل فيك. وتعرف وقت اللي نقولوا أكبر كتلة؟ شفت كيفاش أنت تتلاعب بالكلام؟ أكبر كتلة وقت اللي تبدأ عندها 109. 109 صحيح. واضح؟ ما عندهاش أكبر كتلة. حكم الأقلية تتحول لك. ما عندهاش أكبر. النهضة وائتلاف الكلام ما كانش عنده. ما عند، لا لا ما عندهمش. ما عندهمش. القوانين الفاسدة في بلادنا كلها شكون عداها؟ لا لا القوانين الوطنية الكل عداتها حركة النهضة وائتلاف الكلام. عداتها المنظومة القديمة عبير موسي. والنهضة إيش قاعدة تعمل؟ النهضة ضعيفة. حزب ضعيف. تي صايب عليك، تي صايب عليك. انت كنت في الحمام، انا كنت في الحمام ساعتها، انت كنت في الحمام، انت كنت في الحمام تنظف في روحك وما انت وامثالك، فهمتني؟ انا مواطن مش لا 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 سياسي، سياسي سياسي، كل وطني في البلاد هذيا، كل وطني في هالبلاد.
شكون توا شفت كيفاش الاعلام؟ شفت الاعلام؟ شفت الاعلام كيفاش تقول انا محايد؟ ماكش محايد، لا لا ماكش محايد. انت تمثل موقع كانت في الحمام باش نجاوبوا، باش نجاوبوا بلغته، باش نجاوبوا ما بلغته. احنا تونسه واضح ولا لا؟ احنا تونسه لا لا، انت تقول الكلام الزايد والتونس الكل يقولوا في الكلام الزايد واكثر. لا لا تقول انت اكثر واحد يقول الكلام الزايد واكثر واحد يكفر في ربي انت، واضح؟ اي سمعتك سمعتك سمعتك، وانت اكثر واحد تكذب وتتنوفق وتفتري وتغير تغير الحقائق. لا هذه حقيقتك، فهمتني؟ وين مش عاجبك تضحك هكا؟ اي ميساج، انا ديما نضحك. انا معاك 17 سنه حبس، نحط لك في بالك، انا ما نخافش من الحبس. حبس محاكم باثنين وخمس، اي فخره بالنسبه لنا احنا في مقاومه الاستبداد، فخره في مقاومه اللي ردكم رجال، فخره. انتم قريتوا في منظومه قديمه باش تخرجوا قواده، وخرجتوا قواد من الاول، استرجلتوا مع النهضه، استرجلتوا وقت عملت لكم قيمه وقدر، من بعد توا رجعتوا لاصلكم ورجعتوا لطبيعتكم. واضح؟ طبعا هذيك حقيقه في تونس. تفرق انت في الرجوليه، خرج من الحبس تفرق في الرجوليه. اي انا نفرق في الرجوليه، اللي مع الحق راجل، واللي مع الباطل والظلم مش راجل. واضح؟ اللي يتفرج فيك يحكم عليك. اي لا لا، وانا نعرف انه جل التواس الرجال الصناديد الفحوله باش يجوا معايا. واضح؟ وما يجوش معاك انت. ما عادش قتل لك المراه. فهمتني؟ سايب عليك، سايب. بتقول فيه. اي 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 اي. هذا التوانسه، هذه لغه التوانسه. لغه التوانسه. لا لغه التوانسه، التوانسه هي اهم عنصر في النهضه، هي اهم عنصر. تنجم تتكلم انت في وقت النهضه، كان وقت يخرج يعمل هكا. نتكلم. في وقت النهضه. أكبر حريات في البلاد شهدتها البلاد هذه وقت النهضة. كانوا ناس صعيب عليك توا الناس في الحبوسات. لا لا كانوا يقولوا. ثم واحد يقول قضاء لا كانوا يقولوا. في صعيب عليك تكذب 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 تكذب. النهضة وقتها هي أكبر 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 فترة شهدتها حريات في البلاد. صعيب عليك صعيب عليك توا القضاة قاعدين يتوقفوا توا قاعدين يتوقفوا توا القضاة. بحيري وقفش قاضي واحد. بشير العاكم مش موقف. ما هو هذاك راجل، هذاك سيد الرجال، سيد الرجال. بشير العاكم راجل وسيد الرجال، وكل وطني الان. القدقادي وين وين القدقادي؟ كي سايب عليك انت تعرف القدقادي. انا نعرف. انت تعرف شكون هرب؟ شكون هرب ابو عياض من الجامعه؟ انت تعرف سؤال. احنا اول من صنف الارهابيين كانصار الاسلام، انصار الاسلام جبهه ارهابيه، هما نهضه. واضح؟ ورثنا السعاده بين الامم. واضح؟ صخورا صخورا كهذا البناء. هزيك هذيا اسمعني، كمامس هذيا بتاع. انا راني قلت لك 17 سنه حابس، رد بالك. فخرة 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 في ايطاليا مقاومة الاستبداد. فخرة شنو هي فخرة الحبس؟ واضح؟ في مقاومة الاستبداد ونصرة الحق ونصرة المظلومين فخرة. واضح؟ اللي شاف الحبس خمسون. كل